You too. So they just called me back. They can't find him. فانا عايز اتكلم بقى عن اهلا ازيك يا حاج دكتور سعيد. تعالى يا حاج عشان اصل الاستاذ احمد موسى وانت يا حاج تحب القصص دي قوي انا احكيها لك بقى بالطريقه الايه بالطريقه الحلوه كده طريقه الحلواني مش بتاعت علي الحلواني المحامي اللي هو ايه اللي عمال يكتب على فيسبوك وسايب قضايا الناس ده. يا عم علي الحلواني سيبك بقى من القضايا من الفيسبوك وقعده الفيسبوك وعمال تقول لي بحبك يا وائل. يا عم احنا هنقلبها حب ولا ايه؟ احنا جايين نحب ولا جايين نشوف الناس الغلابه اللي مزنوقين دول؟ وطلع حازم يا عم ولا اعمل لك اي حاجه بقى، اعمل لك منظر يا عم المحامي انت. فالمهم يا بابا طالع هو مع احمد موسى، طالع مع احمد موسى وبحسب ما صديقتي بتقول لي، وصديقتي دي مؤيده للسيسي بالمناسبه، يعني هي ايه واحده كده ايه كوليكشن لذيذ كده من البني ادمين اكبر مني بعشر سنين وايه واسمها حنان وكلها حنان والله العظيم. فالمهم يعني بتقول لي ايه، بتقول لي الحق ده بيتكلم عليك وبيقول كذا كذا. قال ايه يا حاج؟ قال الكلام المايع بتاعه اللي هو بتاع الدكاتره اللي هم ايه لابسين بدل اللي هو ما تعرفش تمسكه يمين ولا شمال، ان هو يقول عارف كده ايه كلام مصطفى الفقي يا حاج، اللي هو كلام كده ايه واحد مش عارف ياخد موقف بس عايز ياخد موقف. ليه؟ عايز ياخد موقف عشان تقول الناس الله ده واخد موقف، ده موجود، ده لسه بيعرف يقف. بس يا باشا لما تيجي تحب تقف على حساب وائل غنيم حاسب لحسن ايه تيجي تقف تلاقي نفسك ايه بدل ما تقعد حتى تقع. فبالراحة بالراحة يا دكتور حسام، انت راجل دكتور فخش دخلة الدكاترة. انا فاكر مثلا يا دكتور، ودي حاجة انا جاي اصفي فيها حسابي معاك عشان كده انا عملت لك الفيديو، لان انا كنت نسيتك اصلا. انت كنت فين يا دكتور؟ انت كنت فين يا راجل يا طيب؟ لما انا كنت قاعد ساكت وتقوم انت طالع برضو طلعت كده رحت عامل لك المشهد الحلو بتاع بالنسبة لوائل غنيم انا عارف اللي هو ايه الدكتور اللي ايه اللي طول الوقت يا عيني ما كانش يقصد ما كانش مقدر حجم الخطأ وما بيقولها لك انا ما كنتش مقدر حجم الخطر في البتنجان الازرق لما خدته من بالعربية المرسيدس بتاعتي وقعدت معاه. على فكرة انا في العربية قلت له كلام مش حلو عشان تبقى فاهم، وبالمناسبة زعقت له عشان تبقى فاهم برضو. اوعى تفتكر ان هو لما انا كنت مع الدكتور في العربية قلت له كلام من النوع التعريسي. اوعى تفتكر ان وائل غنيم لما بيبقى مع حد بيقول له كلام تعريسي، ده بالعكس، ده انا لو بقول هنا صاع بقول جوه 10 صاعات لان هو ده اللي عندي. طب ما انا هعمل ايه؟ انا النوع بتاعي كده، المكنه كده، ابويا علمني كده يا دكتور حسام بدراوي. يا ترى ابوك علمك ايه يا حسام بيه بدراوي؟ علمك مثلا ان اللي كان محترم معاك تطلع انت تعمل ايحاءات ان هو عميل علشان تاخد بيه بنطات؟ ده انت ابوك المفروض راجل بدراوي يعني، واخد بالك انت؟ المفروض ابوك راجل بدراوي يا دكتور حسام، يا اللي انت المفروض في سن ابويا. وانا معرفش هي البلد دي الكبير فيها هو اللي بيعلم الصغير الاخلاق ولا الصغير هو اللي بيلفت فيها انتباه الكبير انه لازم يبقى عنده اخلاق عشان هو بيقول ان هو كبير. يا دكتور حسام بدراوي، يا دكتور حسام بدراوي، يا دكتور حسام بدراوي، عربيتك المرسيدس اللي انت سمعت فيها الكلام وانت بتقولي ان كل حاجة هتبقى كويسة يا وائل والوضع هيتحسن ومصر هتبقى قد الدنيا يا وائل، قلت لك يا دكتور حسام، يا دكتور حسام هذا مجرد كلام، يا دكتور حسام هذا مجرد كلام في كلام في كلام. واحنا شبعنا من الكلام يا دكتور حسام، ورحت مزعق لك وقعدت عيط لان انا كنت ساعتها بعيط وانت شفت كل الكلام ده وقلت لي يا ابني انا ابني مؤيدك يا ابني انا ابني مؤيدك يا ابني، وعملت لي ابنك ولا بنتك مش فاكر، ابن بنتك حاجه كده في سنك ومؤيدك ومش عارف ايه ومش عارف ايه. وعلى فكره انا كنت مصدق مشاعرك وقتها، بس طبعا انا لما شفت بعد كده عرفت انك انت اشتغاله، ما هو انت مستحيل تبقى كنت في الليفل ده من المشاعر بشكل حقيقي وترجع تقول اصلا انا عرفت الحقيقه بعد كده. حقيقه مين يا دكتور حسام بدراوي؟ حقيقه مين يا راجل؟ هو انا انت فاكرني زيك راجل كنت حزب وطني متلون اقعد اقول اصلاح اصلاح؟ انت راجل ظاهره زي ظاهره البلتاجي كده، انت بتبقى موجود جوه عشان تطلع تقول الكلام الحلو اللي محدش بيقوله بس محدش يحب يقوله لان اللي بيقوله بيبقى شكله وحش لان كله فاهم ان الحلو ده اشتغالات شكله مزوق ومتروق بس.
لكن هو في الاخر كلام سهوكه، ما بياكلش عيش بس بياكل الناس الحلوه اللي زي حضرتك حاجات حلوه. يعني مثلا مبنى على النيل بنعمل فيه مستشفيات بقى وحاجات حلوه كده. ما هو انتوا ولاد البشوات، واحنا يا باشا احنا غلطنا، احنا اخرنا نركب معاكم العربيه وبعدين تشكوا فينا يا باشا. ما هي دي بلدكم يا باشا، واحنا العفو العفو، جينا زوار والحمد لله اتطردنا اهو. والحمد لله يا باشا اخويا اهو مسجون واختي بعيده، والحمد لله وابويا وامي قاعدين في البيت من غير ايه، من غير اهو، وساكتين يا باشا. غلطنا غلطنا يا باشا، واحم احم يا باشا، وانت ترجع تاني ويستضيفوك مع احمد موسى والخبير الخبير. يا ريت يا دكتور يا جامد فشخ تحكي لنا عن الورق اللي انت كتبته بقالك كتير يا خبير، والحمد لله قد ايه الورق ده فادنا، والحمد لله. واخبار فلوس المعونات الاوروبيه اللي المؤسسات الخيريه بتاعتك بتاخدها ايه يا دكتور؟ اتمنى تكون الشغل كويس، اتمنى يكون اصلاح القرى وبرامج التعليم والحاجات الحلوه دي الجميله دي كويسه. هل يا ترى في رقابه جيده عليها؟ يعني هل انت بتعمل رقابه جيده عليها؟ وهل هي ما فيهاش فساد مثلا؟ يا رب يا رب ان شاء الله يا دكتور، زي المستشفى كده باذن الله. وعلى فكره لعلمك يعني انا مش شايف الصوره سوداويه قوي، يعني ما انا شايف فيك حاجات حلوه برضو. انا مثلا الله يرحمه قريبي اشرف ابراهيم امام عبد المطلب، ربنا يرحمه ويغفر له، بنته ملك ربنا يخليها بتيجي تتفرج على البث عندي على طول، صغيره كده ربنا يخليها، وبتسمع الشتائم يلا، لان اشرف الله يرحمه كان بيشتم وكنا بنقول عليه قلبه ميت، بس ده احنا كنا فاهمينه غلط، احنا كنا بنقول عليه قلبه ميت، اتاري البعيد طلع كل الوقت ده قلبه حي، وكان حي بينبض جامد لدرجه انه مات بالقلب وهو في الثلاثينات عند مستشفى الدكتور. والله يرحمه اتعامل حلو، اتعامل حلو لو انا فاكر ان هو كان في النيل بدراوي واتعامل حلو الله يرحمه، ودي حاجه حلوه. فاحنا مش انا وممكن حد يبقى عنده قصص وحشه مع المستشفى ما اعرفش برضه، بس انت يا دكتور في مثل بيقول كل قرد يلزم شجرته، وانا ابويا معلمني الادب وانت راجل كبير، فاحنا نقول كل دكتور يلزم مستشفى. يا دكتور وانت راجل اثبتت لنا ان انت في المواقف اللي محتاجه رجوله بتختفي او بتطلع تقول كلام مايع ما تعرفش تمسكه كده، كلام اللي هو ايه، انا نفسي ابقى زي مصطفى الفقي، انا نفسي ابقى زي مصطفى الفقي، اشمعنى انا مش زيه، اشمعنى انا مش زيه. ايه يا دكتور ما تقولوا كلام الناس الكبار بقى، ما تقفوا كده يا كبار، يا كبار وقف، عيب عيب الصغير اللي زي يطلع يعلمك الاصول ويعلمك الادب، يقول لك ما تتكلمش على حد في ظهره لو انت كنت قلت له كلام حلو ومعسول قدامه، وقبل ما تتكلم عليه في ظهره تتصل بيه الاول وتقول له يلا انت كنت بتضحك عليا يا وائل يا غنيم، ما انت معاك نمرتي وعارف انك انت لو اتصلت كنت هرد عليك يا عم المقموس، يا عم المقموس الحساس عشان ما كلمتهاش. كان بيشتكي لعمرو سلامه بعد الثوره، هو وائل ليه ما بيسالش عليا؟ ايوه ما بسالش عليك عشان انا ما ينفعش اسال عليك، لان انا عليا ضغوط بنت وسخه، لان الاخوان كانوا عاملين ساعتها حمله على اي حد اسمه فلول، وعشان انت كنت راجل دحلاب كل مره قابلتك او يعني شفتك حسيتك دحلاب، بتقول لي كلام وبتلعب معايا، الاخوان برضو ده حليب بس هو دحلاب معاه قوه، انت كنت دحلاب منتهي الصلاحيه ونفسك تعمل لنفسك اهميه. انا ما اقدرش اعمل لك اهميه بقى، انا اعملك اهميه لو انت كنت دحلاب تائب بقى وجاي تقول لنا عن الاسرار هنصلحها ازاي، مش الاسرار يعني نفضح الناس ازاي، انا مش عايز فضايح لحد، بس هنصلحها ازاي بدماغك الحلوه. لكن انت كنت جاي تعمل بونت يا دكتور، كنت عايز تبقى الدكتور، ما انت من زمان نفسك تبقى الدكتور، وبص قعدت على فيديوهاته على صفحاته، الدكتور حسام بدراوي في زيارة الى مش عارف ايه متحدثا في جلسة مش عارف ايه، والصورة بقى هو مبسوط جدا بشعره الابيض الحلوة وهو شعره حلو، وهو الراجل شكله حلو وعنده كده شكله ايه، تحس عنده حتة كاريزما. بس هي بصراحة بامانة يا دكتور انا مش منبهر لما تبقى راجل كده شكلك كاريزما وكلامك ايه، وكلامك ما فيهوش الزتونة، شكلك كاريزما بس كلامك ما فيهوش الزتونه، عارف النوع اللي هو ايه، الـ 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 البلاستيك اللي شكله حلو واول ما تلمسه يفك على طول. اهو قال لك، اهو قال لك يا دكتور حسام بدراوي انت راجل شريف مجاور بيساعد، اهو بيقول لك يا راجل يا دكتور يا شريف حسام بدراوي انت راجل كاريزما وكلامك ملوش لازمه. لان هي كاريزما على الفاضي، هي كاريزما لمصلحتها كده، عارف انت الراجل المليونير اللي بيساعد الفقراء وهو بيصورهم فيديو، عارف اللي هو علي بيه القليط بقى وهو بيديهم بقى الصوره، جميل بيه راتب في الفيلم وهو بقى بايه بارفام البوسه وبس مبسوط بيها عشان الصوره حلوه ويبان حسام بيه بدراوي، حسام بيه بدراوي. وحسام بيه بدراوي اهتمامه جدا بالبلد هو عباره عن اهتمامه بحسام بيه بدراوي،
اهتمامه بحسام بيه بدراوي. وتعرف ازاي؟ تعرف ازاي؟ ما يروح يقعد يتكلم عن فلان وعن فلان وعن فلان. يا عم ما تسيبك من الناس واعرف ان وائل غنيم ما ينفعش تلعب معاه اللعبه دي بقى خلاص. وائل غنيم على فكره، انا على فكره كل لما اكلم حد راندم من الشباب هنا على الصفحه بلاقيه مؤيد للسيسي. انا بدات افهم انا بعمل ايه، انا في مكان تاني خالص يا صوار. اهدوا اهدوا عشان انا بهدي الناس اللي عليكم، اللي انتم مهيجينهم وقرفينهم في حياتهم عشان بتكلموهم غلط يا صوار. انا بكلمهم صح دلوقتي، هم بيسمعوا لي، انا بكلمهم صح. واللي ما بيسمعش اطرش، سيبك منه، ما هم كتير، بس دول مش مؤثرين، دول صراصير التعليقات. ده شاب تعليق علق، شاب تعليق علق لا بد من تعليقه، وبيتم تعليقه بالبلوك. بيا بدراوي قال لك وانا ما هو ده بقى الاخلاق البلاستيك اللي هو بقى ايه. يا ترى في كام ارض خدتها حسام بيه بدراوي مثلا بسعر رخيص وبعتها بسعر غالي للدوله مثلا؟ ما تيجي نشوف كشف الحساب. يا ترى كام في الميه من ثروتك اخذته من استغلالك لمناصبك ايام وجودك في الحزب الوطني مثلا؟ ما تيجي نتكلم عن الكلام المفيد الحلو يا حسام بيه بدراوي، لان صعب قوي، صعب قوي 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 نقضيها كده كلام اهبل كده. لو انت عايزنا نتحاسب ما تيجي نتحاسب يا جماعه، ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ وبالمناسبه انا وريتك حسابي في اتش اس بي سي، انا عندي هم حسابين في اتش اس بي سي، وهو الموضوع وشويه فلوس في مورجان ستانلي اسهم، وانا هطلع لك الفلوس كلها وافرجك، وقرب قرب واتفرج. والفلوس اللي في مصر تحت عينك يا تاجر، فانتوا شايفينها عندكم ومش مخبي حاجه، كله الورق متظبط وسليم ومش مخبي حاجه، وعايز تحجز احجز وخد راحتك خالص. ليه؟ وائل غنيم بيحبك غصب عنك. وائل غنيم يا امن الدوله بيحبك غصب عنك. اكتب يا ضابط توفيق انا ما شفتش حب بالشكل ده يا سياده الضابط. قول لهم، قول له يا سياده الضابط ده نوع جديد ده يا باشا من النشطاء، هؤلاء النشطاء الهادئون. واحذر احذر يا سياده الضابط توفيق من وائل غنيم بعد البطيخ، واحذر يا حسام يا بدراوي من انك تجيب سيره وائل غنيم تاني على لسانك، لان انا عامل لك احترام لانك اكبر مني بس مش اكتر، في سن والدي، وركبت معاك العربيه المرسيدس الحلوه بتاعتك، وانت عملتلي فيها، انت لما انا عيطت عملتلي فيها انك بتعيط، وانا بقولك عملتلي فيها لان لو دموعك صادقه ما كنتش هتعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. يا راجل يا ايه يا راجل يا كبير يا اللي بتعمل شغل عيال صغيره، يا راجل يا كبير يا اللي بتعمل شغل عيال صغيره. واه يا زمن اللي فيه ابو 40 بيعلم ابو 70 يعمل ايه. اه يا زمن يلي فيها ابو 40 بيعلم ابو 70 الاصول ويعمل ايه. احيه، هو انت مش عايز 70 سنه يا بيه؟ هو انت ما عشتش 70 سنه؟ فين اصولك يا بيه؟ فين اصولك يا حسام بيه؟ يا حسام بيه، حسام بيه يعني تطلع مع احمد موسى علشان احمد موسى يقعد يحاول يلمعك بكلامه المسرسع ده؟ احمد موسى ده اصلا هو اوسخ واحد في الكون، واحمد موسى اصلا داعت فشخ فشخه سودة، وهو عارف، وهو عارف لان هو كلبه هيتباع زي الكلاب اول ما نبقى فيه مصالحه، لان احنا مش هنصالح الكلب ده عشان ده كلب. لان اي واحد متلون بيروحش يمين وشمال مفيش مشكله نصالحه، بس نصالحه ويركن على جنب بقى، ما يقعدش في التلفزيون. ها تقعدش في التلفزيون وتقبض ملايين ملايين. يا يقول لك نشطاء السبوبه، شوف الخول بيقبض هو بالملايين، بيقبض هو بالملايين يا حنان، بيقبض بالملايين يا احمد ويا ود، بيقبض بالملايين والله العظيم، بيقبض بالملايين كل سنه. الخول واللي ما كانش ليه سعر كان زمانه هات عقده قبل 2011 والمصحف الشريف لو حد ذكر يروح يجيب لنا عقوده. الخول ده من الشهر العقاري ولا من الضرايب ولا اي حاجه، الخول احمد موسى، ونشوف سعره المعرس قبل الايه، قبل 2010، ولما بعد كده بعد 2011 لما اشتغل ردحة شرموطه الكندم المستعمل احمد موسى. هاتوا سعر الخول ده قبل الثورة هتلاقوه ما كانش بيتباع ب 100,000 جنيه على فكرة. الخول ده يعني كان يخش يبقى بوق ب 100,000 جنيه، وده بتحط له الكلام في تيزو بيطلع من بقه، بتحط له في تيزو بيطلع من بقه، وهو عشان كده اسمه أحمد لبوسة، لأن هو طريقة إدخال المعلومات في أحمد لبوسة إن هي بتتحط له من تيزو يقوم مطلعها لك من بقه، وعشان كده بتطلع بصوت مسرسع لأن هي جاية من تيزو. في حز، في حز، في عملية حز، وهو الكلام لان هو مخه صغير ما يستوعبش حتى التوجيهات، فلازم يدوها له بالراحة اثناء الحلقة لايف، فتلاقيه بيحزق كده فاهم؟ وهو ولما بيتعصب بقى ويحاول يعمل فيها حمش وفردة بتضرب منه بقى، فصوت السرسعة بيزيد، بيبدأ يجيب من صباع رجله الصغير من تحت، يعني بيجيب لك الصوت من
والكهرباء بقى بتضربه كده ويبدا يتحرك. ويا سلام بقى ايه لما منتخب مصر يكسب وهو يحس ان هو اللي جاب النصر لمصر، يا لهوي على قصم البيضان، بتبقى حاجه بتقلل من الفرحه. اول ما بشوف فيديو احمد موسى قدامي في لما منتخب مصر بيكسب بقوم عامل سكرول داون بسرعه، عارف حكم السكرول داون لما بتشوف احمد موسى واجب فرج على طول. وعلى فكره لو عديت وشفت، على فكره حتى لو ما دوستش او لو دوست والصوت ميوت، حتى لو ما سمعت الصوت وتفقد الوضوء، تفقد الوضوء لان حزقه احمد موسى بتوصل لك حتى عبر الاسلاك، عبر الاسلاك. فانت يا دكتور يا حسام يا بدراوي، يا حسام يا بدراوي، يا ابو شعر جنان، انت يا ابو شعر جنان طالع لي مع الشرموط ده الكندم المستعمل ببتاعك الميت عشان تعمل حاجه مش حلوه، عشان تعمل حاجه مش حلوه. اطلع كلمنا عن اخطائك وخطاياك اثناء حكمك لمصر وقت الحزب الوطني، ده الكلام النظيف بقى، مش تطلع تمثل لي فيها ان انت فاهم ودور التنميه في الملوخيه والعربيه في التقليه وخلاص مش عارف ايه عشان عايزين وجوه جديده. هو ايه ما تعيشليش فيها بقى دور كابتن الجوهري ولا دور مش عارف ايه، لانه دور مصطفى الفقي ده احنا زهقنا منه بقى خلاص. الدور البضين ده اللي هو مدعي الفضيله الناحيه الثانيه، مدعي بقى الدولجه اللي هو بقى راجل ايه ببدله ويتحدث كلام من الذي يبدو عليه من ظاهره كلام مهم جدا ويحتاج لدرجة من التأمل العالية تناسب حجم المشكلة، حجم المشكلة التي نحن دائما مزنوقون فيها. وعشان كده عايزين شوية قرشينات من الاتحاد الأوروبي ونمشي حالنا ونشوف الناس الحلوة يساعدونا ونحضر الحفلات وولادنا يتجوزوا ويبقوا زي الفل ونروح هاسيندا ومارينا ولا لا 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 ونطلع في التد، لأن ده آخر أحمد موسى. ما هو أحمد موسى هيجيب الفكر منين؟ ده هو شغال من طيزه اصلا، يعني عارف هو بياكل يطلع يشحن بقى. لا 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 محمد درويش ما هو ما قالش، لا انا بقول لك احنا بنقول للدوله كل مش كل ما تعوز بقى تلاقي معارض بيطلع تقوم مطلع لك وجه قديم. عايزين وائل غريم اهو جاهز، انا جاهز وممكن اطلع مع احمد لبوسه بس احلله الاول. يعني انا والله ما عنديش مشكله لو احمد لبوسه قرر يجي لي كاليفورنيا هنا يستضيفني بس احلله الاول، لازم اشوف نسبه الخرف مخه. وده تحليل ممكن نخلي جامعه ستانفورد تشتغل عليه، نقول لهم تعالوا بقى هنجيب لكم واحد مخه هتلاقي مش هتلاقي ذرات خرى موجوده عند اي حد تاني في مخ اي بني ادم. احمد موسى هو عباره عن خرى جوه ايه اللي هنا. وبعدين كندم مستعمل بقى، وما ادراك ما الكندم المستعمل والتحاليل اللي هتتعمل على الكندم المستعمل. فاحمد موسى هنا نجيبه هنا جامعه ستانفورد، انا عمرو اديب يجي هنا يقعد معايا ونشرب شاي ونبسط وبس. بص ايه بس هو يجيب بقى احمد موسى معاه لان هو اللي طلعه لنا. هات يا عمرو يا اديب احمد موسى، انت تيجي انا وانت نظبط مع بعضين، انت حبيبي اصلا ونجيب معاك لميس عشان تقابل الكا ونخرج كلنا مع بعض احنا الاربعه. بس احمد موسى ويا منا بنت احمد موسى دي واحده شكلها لذيذه على فكره، معرفش الله يكون في عونها، انا لو ابويا احمد لبوسه هتبقى حاجه بنت وسخه بصراحه. بس ايه بس انا بقول منا بقى مثلا هتقعد تدعي لنا بقى يا رب يا رب يا رب جامعه ستانفورد تقدر تشيل الخرى اللي في دماغ بابي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يتشال الخرى اللي في دماغك يا بابي. ليه؟ عشان تبطل تتكلم على وائل غنيم يا